أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أراد أن يحج متمتعا ولكنه لم ينتهي من أعمال العمرة إلا في بداية اليوم الثامن، فهل يحل إحرامه ثم يحرم للحج في نفس الوقت أم كيف يعمل؟ إحلال الإحرام بمعنى فسخ النية لا بد منها، أما تغيير اللباس ولبسه هذا ما هو بلازم، ما هو بلازم، لكن ينوي التحلل والخروج من العمرة ولو كانت عليه ملابس الإحرام واستمرت ونوى الحج وهي عليه، لا بأس بذلك. نعم.